mando due kiss. Ti mando due kiss, ti rimando due kiss. Ma rispondi please, perché te la tiri dai fatti. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se poi siete squali, troppati le ali ed amici e vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di non, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di non, allora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco cascali. Alzo il collo, non si toglie, sembra una sciarpa. L'inverno è volo su, amo il blu. Sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio su. Quindi faccio su, la gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come goia. Ti condanni come prive, cache, ma c'è te se sei te. C'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. Non sopporto la noia, trovo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di no, però vorrei sapere tu che fai. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في كل مكان الأجواء هنا مثالية والطقس في منتهى الجمال بانتظار ضربة البداية في هذه المباراة. من خلال كابينة التعليق متواجد معكم محبكم على الدو. بيعدي فيها بمر بيعدي تدخل يأتي فرصة بتضيع في التوقيت المناسب. تغيير الآن من الطرفين. كل فريق يحاول ضخ دماء جديدة في المباراة. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. ريناتو سانشيز تمريرة باتجاه الجناح. كريستيانو قوة كبيرة في التسديدة ممتازة للتقدم. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويبة الماضية. ضاع الاستحواذ من عند ساديو ماني. مباراة كبيرة ومرتقبة اليوم بتواجد كريستيانو رونالدو في مقابل الأسطورة ليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو هو لاعب مميز في الأداء الجماعي، دائما موجود بجانب زملائه، يربط خطوط الفريق كلها ببعض. أما ليو ميسي فهو لاعب بيعرف كيف يتحكم في الكرة بطريقة رائعة، أكيد اليوم راح يكون عليه دور كبير في الملعب. تحرك جيد في الثلث الهجومي.
أرسل لك كرة عالية لكن حارس المرمى أقرب. كرة لا تشكل أي خطورة لحارس بقيمة مانويل نوير. هيونغ مين سون، كريستيانو رونالدو، نقل الكرة بشكل جيد. ريناتو سانشيز الآن مع كريستيانو رونالدو. أرضية لا تشكل أي خطورة، شوف تدخل مدافع بشكل ممتاز، خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. جيمي فاردي، كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. ديفيز، كرة في القائم يا رباه. كريستيانو رونالدو يعود إلى وسط ملعبه ليحصل على الكرة. محاولة هجومية هنا، بيمر فيها بعديه. الله على الفدائية من المدافع، شف اعتراض الكرة الماضية. أوهو على أصوات الجماهير الآن، والهدف يأتي، الضغط مستمر، الإصرار على الهجوم، أخيرا الكرة في المرمى، هدف مستحق، مجهود كبير من الفريق حتى الآن في هذا اللقاء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ساديو ماني، وصلت إلى فاردي. رونالدو يبعد الخطورة عن منطقته. ساديو ماني، كريستوفر انكونكو، ساديو ماني، بتروح الكرة للخصم من جانب ساديو ماني. ماني الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية، ابعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. وسام بن يدر، وصلت لوسام بن يدر، تحرك هجومي من جانب رويالز الآن. أوهو العارضة تتصدى، وسام بن يدر. سانشيز، جواو كانسييلو بيرسلها ناحية رونالدو. كرة في القائم مرة أخرى، خطأ فادح من حارس المرمى قد يكلف الكثير. والكرة في المرمى من وسام بن يدر. الله على المهارة، الله على المتعة، لاعب يعرف طريق المرمى جيدا. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. استخلاص الكرة في وسط الملعب، الحكم يحتسب مخالفة وركلة حرة. كرة تصدي مثالي لكرة راسية. لابورت يتدخل ويعترض الكرة. رونالدو فرصة هدف، مستحيل، هدف من كريستيانو رونالدو. هدف الفترة، يعشق المرمى، يعرف الطريق من كل مكان في الملعب.
Sounds that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Dream of the south, or where the sun's so paramount. To the seasons I'll spend my time here now. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? But tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these dreams of mine. Once right, shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? But tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I've been waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When it's right to step out of line, I've been waiting, waiting to see my سيداتي نساتي سادتي اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم. هذه اجواء كرة قدم حقيقية، هنا اجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. ساسعد بصحبتكم من كابينة التعليق. الكل يتطلع حقيقة لمشاهدة هذا اللقاء. هذه المباريات تكون مهمة جدا للاستعداد بشكل قوي والوقوف على مستوى اللاعبين. إمريك لابورتي، روبرتسون، ألفونسو ديفيز. الكرة عند رونالدو. بينية تمر من الدفاع. العرضية في وسط المنطقة. شوف التصدي. حارس المرمى.
ما يتألق كرة كان ممكن تحرك الشباك. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18. الكرة بتتجدد بعيد عن المرمى. روبرتسون. كايل ووكر. ألفونسو ديفيز. الكرة بتروح. يونغ مين سون. وسام بن يدر. وسام بن يدر. ومحاولة ولكن كرة تصل إلى الحارس. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. يحافظ على كرته بقوة. ريناتو سانشيز. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. أبعد الكرة من مناطق الخطر. ركنية إلى داخل المنطقة. إبعاد للكرة. تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. برناردو سيلفا. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. فريد في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. صراع بين اللاعبين على الكرة. فريد. روبرتسون بيرسل الكرة على الجناح. دانييل بوتينسي. تصل إلى فرنانديز. كريستيانو. كرة تحتسب إلى ضربة ركنية. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. ضربة راسية سهلة جدا عند حارس المرمى. كايل ووكر. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. بينية خطيرة. سون هيونغ. كرة للتسديد الآن. يعترضها فان دايك. أضاعوا الكرة. كريستيانو رونالدو. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. إمريك لابورتي. ديدي. وصلت الكرة إلى ووكر. ريناتو سانشيز. كريستيانو يتمركز عند القائم البعيد. تدخل والكرة إلى ضربة ركنية. ركنية في المنتصف. أوهو. يبعد كرة خطيرة. إبعاد الخطورة لكن مرة أخرى بين أقدام لاعبي فريق الخصم. برونو فرنانديز. بيعدي فيها كريستيانو. الله على المهارة. ديدي. تكتيك لا نشاهده من جانب الفريق الضيف حاول زيادة الضغط في اللحظات القادمة. تيمو فيرنر. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. برناردو سيلفا. تيمو فيرنر. ديدي. مضيع الكرة. الحكم يحتسب ركلة حرة. ديفيز. ريناتو سانشيز. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. مساحة أمام على الجناح من الممكن استغلالها. كريستيانو. شوف ردة الفعل. الله على مانويل نوير. ينقذ المرمى. حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. فريد. تيمو فيرنر من جديد.
كرة بينية خطيرة من رونالدو. يا لعيب يا لعيب، مرت الكرة، عدت الكرة، أعلنت عن أول الأهداف، هدف يشعل الأجواء، هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. بيلعب لبينية جميلة، ضاعت الكرة من جانب رويرز. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة، هجمة مرتدة في هذه اللحظات، ولكن عودة بطيئة من الدفاع. الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. ألفونسو ديفيز بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. برناردو سيلفا تصل إلى فرنانديز. الشوط الأول ينتهي 1-0. الآن نعود مع ضربة البداية في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، ومع تقدم فريق رويالز في النتيجة. جواو كاسيلو، ملعوبة إلى ديمبلي، ريناتو سانشيز، تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. وسام بن يدر، وسام بن يدر، الله على هذا التصدي، بيرسل الكرة لوسط المنطقة، أبعدها إلى ضربة ركنية، بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18، كرة لم تحمل أي جديد في النهاية، استعادت الكرة بعد ضغط ممتاز من الفريق. كريستيانو رونالدو، ريناتو سانشيز، سون هيونغ، في رأي أداء كان في الشوط الأول جيد جدا ولا غبار عليه، سجل هدف مهم جدا قبل النهاية وخطف التقدم في نهاية الشوط. رونالدو يفقد الكرة، تحرك هجومي من جانب رويالز الآن، ممتازة باتجاه رونالدو. بن يدر، الحارس وبصعوبة كبيرة جدا تمكن من لمس الكرة وتحويلها خارج المرمى. انظر إلى الضغط العالي بكفاءة في الثلث الهجومي، ضغط رائع من الفريق يستعيد من خلال الكرة. ريناتو سانشيز، وسام بن يدر، ملعوبة لعثمان ديمبلي، في الناحية الأخرى لرونالدو. تصدي رائع من حارس المرمى ينقذ مرماه من هدف محقق من مسافة قريبة، أظهر مهارة غير عادية في الحراسة في هذه اللقطة. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. ويلفريد زاها، تكتيك لا نشاهده من جانب الفريق الضيب، حاولت زيادة الضغط في اللحظات القادمة. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير، يبعدها من مناطق الخطر. المساحة خطيرة لكريستيانو، كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن، حطها في المرمى، كرة ولا أروع.
يمتلك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب نادرا ما يخطأ. كرة بيخلصها المنافس ليرو ساني، مرور ناجح من ليرو ساني يبعد الخطورة. بيلعب الكرة الوسط 18، كرة سهلة بيمسك الحارس. روبرتسون، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. فرصة للعرضية، عرضية سهلة في يد حارس المرمى. هيونغ مين سون، ملعوبة إلى بنيادر. هجوم واحد من جانب فريق رويالز، أبعد الكرة من مناطق الخطر. سانشيز، وصلت إلى وسام بنيادر، كرة بيفقدها وسام بنيادر. قرار الحكم يعطي الأفضلية بمحاولة الاستفادة من الكرة. الحكم يحتسب الخطأ بعد ما قرر في البداية تحت الفرصة. ريناتو سانشيز، وصلت إلى سون. ألفونسو ديفيز، ملعوبة إلى ديمبلي. تحكم ممتاز بالكرة بين اللاعبين، شوف تمرير الكرة. فرصة خطيرة الآن، كرة ما زالت خطيرة. أوهو، هدف خيالي، كرة استثنائية. أي نهاية عالمية، أي مهارة وكرة مقصية، كرة على الطاير، هدف من عالم آخر. الله على هذا الهدف، كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. كريستيانو رونالدو، مستحيل، ما هذه الروعة. الله على الهدف، على النهاية، على المهارة. هدف خيالي استثنائي نشاهده في هذه اللحظات. تمر اللحظات الأخيرة من المباراة، والمباراة حسمت، ومن الصعب بأن يحمل الوقت المتبقي الكثير من التغيير. رونالدو، فرصة هدف، تدخل في الوقت المناسب، الضغط ينتهي في اللقطة الماضية. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. اوهو، ماذا يفعل الان؟ كرة بشكل جميل، يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز. يستعيد الكرة بهذا التدخل. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع، نلعب الان في الدقيقة الأخيرة من المباراة. والان تأتي صفرة نهاية المباراة وفوز رائع للفريق الضيف في خارج ملعبه. أداء استثنائي من الفريق، تحكم كامل في أرضية الملعب.